حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا برنامج صدى الشارع. مثل ما تعرفون اليوم تواجدنا بمنطقة الغزالية وهذا شارع المشجر. نهاية شارع المشجر هاي المنطقة مأساة، هي حي المرتضى. طبعا هاي المنطقة هي حواسم، لكن الحواسم هنا العوائل يعانون من الكهرباء، يعانون من كثرة النفايات الموجودة، من المي اللي قاعد يحفرون آبار حتى ياخذون مي. هنا أكثريتهم قاعد ينصابون بأمراض فيروس كورونا وحتى الكوليرا. مثل ما تعرفون الموجة الرابعة دخلت وهنا الأمراض هواية، لكن يروحون يخابرون على الكهرباء، الكهرباء ما يجون إلا يطلبون فلوس حتى يسوون لهم المحولة. المحولة هاي إذا طق كل المنطقة على هاي المحولة، محولة واحدة بالمنطقة بس، فقط محولة واحدة. و البلدية إذا يجون يلمون النفايات الموجودة لازم يجمعون فلوس إلهم، يلا يجون يلمون النفايات. زين بلدية أنتم قاعد تاخذون رواتب، هذا شيء غصبا عليكم تجون تلمون النفايات، وأهل الكهرباء هم كذلك. طبعا تفاصيل أكثر راح تشوفوها من أهل المنطقة. أهل المنطقة يعانون ما يعانون من معاناة وقهر وفقر وضيم. خلينا نشوف هنا الناس ايش راح يتحدثون عن موضوع الخدمات والمنطقة والعذاب اللي قاعد يعيشوه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الله يخليك. حياك الله. الله محييك. أنت مثل هاي المنطقة، منطقة حي المرتضى. المنتظر. شنو المنتظر؟ نعم. شنو اللي قاعد تعانون من عنده بداخل هاي المنطقة؟ والله نعاني من كل الخدمات، نقل الكهرباء، المي، خدمات الشوارع، النفايات البلدية ما تجي إذا ما تشترك كل شهر 10,000، ويجيك مرة بالشهر وبعد يقطع. ابو الكهرباء تطق المحوله تروح له يقول لك الا تجمع لي يلا اجي اصلحها. وها قدامك انت تشوف النفايات وهاي الاعمده مال الكهرباء وتشوف حال الناس. تمام زين. هنا انت هسه قلت لي حتى المنطقه حافرين كلهم ابار مال مي، مي هم ماكو هنا بالمنطقه نهائيا؟ ماكو، يعني كل خمسه بيوت سته بيوت بصونده واحده. والعالم تعاني وحتى مرضى هنا ما حد بحاله. ما حد يجي ولا تقول بشر هنا في منطقة حي المنتظر ولا تقول أوادم هنا أبد، يعني ضايعين هنا الله شاهد. يعني ما الدولة تجي تباع البشرية ايش محتاج، ما هذا كل شيء ما لا كهرباء لا ماي، يعني العالم تعاني معاناة كثيرة. إيه؟ زين يعني تقولون انتوا قاعد نعاني، زين منو بدنا احنا نخاطب المسؤول الموجود بهاي المنطقة؟ منو المسؤول هنا بالمنطقة من المسؤولين الكبار؟ والله ابو حكيم هنا موجود عندنا بالمنطقه. انا مو مقصد كلامي على اهل المنطقه الوجهاء من المنطقه، لا المسؤولين النواب. محمود القيس النواب هنا عندنا بالمنطقه مسؤول، وجونا هو نواب احنا بس ما عاد سوينا شارع. زين النائب محمود القيسي ما وصل لكم لهنا؟ لا لا ما اجى ولا وصلنا ولا قال شنو معاناه ولا محتاجين ما محتاجين. عرفت شلون؟ ماكو. زين سوفي منو اللي وصل لكم؟ منو اللي اجاكم؟ منو اللي حاول يساعدكم او خلينا نقول الوعود الكاذبه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حبيب قلبي هنا احنا مخلينا كارت بوقت الانتخابات، جاب لك السله الغذائيه وجاك اهف مرتين ثلاثه تغصب عنك تروح تنتخب. انتخبته بعد براها ماكو، انسى انسى. بعد هاي العالم تعبانه، وضعيتها تعبانه، يعني احنا مو تقول احنا نبيع اصواتنا على مود سله غذائيه، لا بس هي عالم ما عندها، الفقر كاتلها. يعني انت هسه هاي الحاله، يعني هاي وضعيه، هاي عيشت عليها التكان هذا، ابنه شالوه بتهمه باطله. تعال هنا. السلام عليكم. شلون صح حجي؟ شو اخبارك؟ طبعا هو الرجال ما يقدر يحكي. ايش بيه ابنه سوى له؟ ابنه خطيه تهمه صارت عليه هنا بالمنطقه وشالوه وانحكم هسه. هذا زلمه من هبطته وقع، هاي وقعته هسه. هاي حالته باوع. شوف شنو اتهموا لابنه؟ والله ما اعرف انا، يعني مو ما متاكد بها. يا سنه صار له، ايش قلت هسه حاليا؟ هلا يمكن سنه؟ سنتين صار له. زين وعيشتهم على هالمحل هذا، وشوف المحل بابا باع صور للمحل هذا، رحمه لابوك، شوف المحل شوفه شلون فارغ. زين وعيشتهم هذا علاجه وهاي كله على هالمحل هذا، وهاي العجوز وياه. يعني الله يقبل محمد، هذا هاي وحده من الحالات، يعني هاي شوف زين هاي وحده من الحالات. زين هسه لا شغله انسانيه مثلا تجار، انتم دول بالدوله، يعني انتم مفطنه على العالم هاي، شنو ذنب هاي العالم؟ انتم ماكلين حقهم،
لا جاي تطونهم، لا جاي تراعونهم، لا جاي توصلونهم. هاي المنطقة أنت تشوف حالتها، يعني شنو وضعيتها؟ تشينك وحالة ضيم حالة، كل من لام جهالة وقاعد. زين قلت له تكون هنا عالة كلش منتهية. بعد أنقص إذا أشوفها. نشوفها. يلا تفضل. طبعا مشاهدينا الكرام تشوفون هاي احد العوائل اللي هنا متأذين بهاي المنطقه والمعاناه اللي قاعدين يعيشون بيها. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شو اخبارك؟ زين. شلون امورك؟ زين. شنو سبب مرضك؟ ليش معوق من الولاده؟ لا ابره. سولف لي شنو هاي الابره؟ ابره انا جاء مساء دائليه، ام اداره الامراض مساء ذات عمل شيء عادي طيب، ضربوني ابره وشرت فرن. ونشليت؟ ايه ونشليت. ايه تشن جبع الله يكون بعونك. شلونك امه؟ شلون صرتك حبيبتي؟ شلون صرتك؟ الله يعطيك الصحة والعافية. اريدك طيب وسالم بعد عيني. زين حجية، صار لكم كم سنة قاعدين بهاي المنطقة؟ هاي صار لنا فوق الخمس سنين. خمس سنين؟ اي. زين شنو المعاناه اللي قاعد تعانون منها بالمنطقة؟ والله من الماي والكهرباء نعاني هاي يومي. احنا هذا ترى هاي كل اسبوع اني طقن ذني محولات. اي والله خوش والله العظيم. والماي يوم يجينا وعشرة ما يجوا، هاي كلهم مشاهدين هم ساكتين. شاش نسوي؟ وين نروح يا يمه؟ ما تقول لي قاعدين وهذا معوق وعده اربعه جهال عنده ومريته. والله العظيم واني اجيبها منه واحطها منه. زين انت تجيبيها منه وتخليها منه، عندك تقاعد تشتغلين؟ راتبه اي يعطونا 250. شو يكفيكم؟ هاي بعد وانت وغيرك وما ادري شنو، وهذا جايب له عربانه وهذا ما كذب. الله فوقي اكيد ربك فوق. اي ذاك اليوم ويلات جابوا له هاي شاحنه شو اسمها ستوته، قالوا بلكة يتعلم عليها ويشتغل تحطي له، احنا نجيب الغراض بس يتعلم. اشترين بس خير ودللي. هسه لسه اليوم طلع الفقير الله لاحقه والله يا يمه. طلع وابنه مجلب ما يدري بيه، انسحق ودوه هسه للمستشفى. من هو اللي انسحق؟ ابنه. هسه انسحق؟ اي. شلون انسحق؟ جو مكلب ما يدرون بي جو صار جو. زين تأذى؟ والله ما ندري سكران. عينه شبيها؟ انضرب وبشه منه مضروب. ايه؟ ومتعربط شوي. منو راح وياه زين؟ منو راح وياه؟ راح قرايبنا وهذا الوليد ابن رجلي والثاني راحوا وياهم. ايه زين خالم حجية ماكو اجاكم فد مسؤول هنا لهاي المنطقة؟ شاف معاناتكم، شاف الضيم، القهر، الفقر. واجا واقول لك ما مقصرة، زينين بشكل وجهك. ما مقصرين ويان. والله العظيم ما اقول لك لا. انا الله فوقي مرة كبيرة واصلي وذاكرة الله ها ما اكذب. اللي يعطوني العلاوة اقول هذا اللي طول علاوة. واحد جاب له ستوته، واحد جاب له عربانه شحين. والله العظيم ما بكذب. الله يحفظك ويحفظك ويحفظك. ان شاء الله صوتكم يوصل بعد عين. ان شاء الله صوتكم يوصل. حفظك اريدك طيب وسالم. الله يحفظك. هاي عندي ما شو اسمه، والحمد لله والشكر ويخليكم ويطول عماركم. ما عندنا غيركم شنو، انتوا اهلنا، انتوا ولادي. والله العظيم ما اقصر ويا الناس انا، وما اقصر ويا ولادي كلها. الله يخليك. اي والله بعد عيني. هذا راس شبوسه يحفظك ربك. بعد عيني. شنو بعد اللي قاعد تعانون من عنده باكثر من هنا؟ هو قلت لك هاي وضعياتنا بعد، وهاي الجماعه هنا موجودين، يعني وضعيه تعبانه حيل. قلت لك احنا لا اكو واحد مثلا يتردد يشوف المرضى يشوف عندنا واحد هاي الولد يدومبي خطيه قاعد بعربانه ده. يقعد براس الركن هناك هسه ما طبون. هاي العلم جوارينا منا ومن انا، لان ما عنده احد انضرب شلل وقاعد بعربانه. نعم. فقاموا علم يعني تجيب له الاكل وتجيب له الهاي. ثق بالقران، مات من الحر، من الحر مات، يعني احنا ما ندري به.
للساعة 2 الظهر هو ميت وما حد يدري بيه بالعلبانة. العالم تروح وتجي تشوفه يسلمون عليه بس هو نايم ما حد يدري بيه. آخر شيء لقيناه أنا ميت. يعني شوف هاي وضعيتنا، هاي وضعيتنا. يعني هو إحنا 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 نطلع بالشارع، نطلع بالشارع نموت حار، نموت حار. أول اللي علي قاعد تشينكو، سقوف مالتهم كلها تشينكو، كلها تشينكو. زين كهرباء ماكو، محولة بس، والمعاناة ما معاناة. شلونك أخوي؟ شو أخبارك؟ تعلم من هنا. شلونك زين؟ سمعتك تكتشر لي منك خير. يعني هسه احنا مثل ما انا ما اضيف مثل ما اضافوا لهنا اهل المنطقه ابدا. لا لا، هو احنا اهم شيء الخدمات، مثلا كهرباء، مي، مجاري. اكو حل هسه انا اذا احكي، هاي هسه هاي الناس الواقفين كلهم هسه يوافقون بي. مثلا هسه احنا هاي البيوت انت شفتها طبيت هسه من البدايه للنهايه، الى فروع كامله، ما حد متجاوز على الفرع، البيوت متساويه كامله. مثلا انا هسه رئيس وزراء، اريد انطي هاي المنطقه، ايش راح اسوي؟ اجي على هاي القاع، هذا البيت كله مساوي، اسوي يعني منطقه سكنيه، اجي اقول له يابا انا هاي القاع راح ابيعها لك، راح ينب علي المتجاوز يقول له انا ما عندي فلوس، اقول له اصبر خلنا اكمل لك الحكي، انا هاي القاع راح ابيعها لك ب 15 مليون. تمام. ايش قد؟ 15 مليون، ما يخالف، هاي صارت القاع لي، زين، منين اجيب فلوس مال البناء اذا اريد اسوي بناء غير البلوك وغير تشينكو؟ راح انطي قرض 50 ب 15 مليون، ايش قد صارن؟ 65، 65 هاي انا ما راح اعرض الدولة. خاف يقول الدولة يابا ما عندها ميزانية تطلع. ال 65 مليون صارت برقبة من؟ برقبتي أنا المتجاوز، راح أنطي بالشهر 250. احسب هنا تقريبا 1000 بيت على 250 بالشهر، ايش قد صارن؟ مليارات. هاي المليارات ايش راح اسوي بهن؟ راح اخذ انا مال 3 اشهر 4 اشهر من المواطن المتجاوزين، ايش راح اسوي النوبة؟ راح اسوي بهن خدمات، مي، كهرباء، مجاري. يعني على قولته ان من لحم ثوره وطعمه، خلال سنة كاملة تصير منطقة كاملة. ومين الدولة أنا ما مخسرها دينار واحد، مين؟ من الشعب نفسيته. من اللي بيكم السهل أنا خلي يقول لي ما حد يقدر هسه يطيق قاع، انطيني بالشهر أقول له 250، انطي القرض والقاع وكاملة وخلي يبني. تطي 250 أو ما تطي؟ كلها تطي. شنو ال 250؟ 1000 بيت على 250، اضرب 250 ب 1000 بيت، ب 1000 مواطن، ايش قد صارن؟ مليارات. راح أسوي بها مجاري وخدمات وكهرباء وكاملة ومنطقة سكنية كاملة. ومين؟ ما صرف الدينار من الميزانيه. خاف يقولوا ميزانيه الدوله ماكو، ولو هسه البرميل ايش قد وصل؟ البرميل صار 130 دولار، 140 دولار، قبل كان البرميل 54 دولار وقالوا لا احنا الميزانيه مالتنا زينه. زين هسه البرميل 130 دولار او 140 دولار، وين الفائض؟ ذيك السنه قالوا يابا البرميل حسبوه على 75 دولار او 60 دولار، حسبوه البرميل صعد ذيك السنه صعد صار فوق ال 90. زين الفايض مال 70 دولار، الفايض مالته مال برميل اللي صار 80 او 90، وين راحن؟ سادنا العزيز احنا ملينا. هاي شوف هاي الناس كلها صار لها اكثر ما يقارب من 15 16 او 18 سنه بهاي المنطقه تعاني، ماكو. 18 سنه صار لكم بهاي المنطقه تعانوا ورا السقوط مباشره من السقوط. هاي الانتخاب شوف هاي هذا الحصو، من صارت الانتخابات اجوا فرشو قالوا يابا راح نبلط ونكمل، انتهت الانتخابات ما حد. ماشي ماشي، انت قلت لي من صارت الانتخابات، منو اجى من المسؤولين اللي قالوا صارت الانتخابات واجوا هنا؟ اجت بس النائبه عن التيار الصدري، النائبه شو اسمها؟ شيماء. هاي امانه الله اجت هنا بالمنطقه وسئلت على المنطقه، وهي اللي سوت مال السبويس فقط النائبه هاي، بس هاي النائبه اجت عن التيار الصدري بس، ما حد اجانا. زين كم مسؤول هنا بالغزاليه؟ مسؤولين خير من الله. زين ما حد يجي، ما حد يجاك، ما حد يجي، ما حد يجي، ما حد يجي. واذا اجى سوى السلام عليكم السلام، مش محتاجين. قاعد هنا أنا. كان صباح الكناني، اللي صباح الكناني اسمه اللي احمد الكناني اللي عن دوله القانون. نعم. اجى هنا هم سووا هنا شادر واجى قال شو تريدون؟ قلنا له مجاري، وقلنا له طبعا عن الدوره السابقه، وقال شنو شو تريدون؟ واسوي اسوي وهم نفس الشيء، ووعود كل شيء ما سوونا. وهذا حال الضيم، مثل ما تي رديتي كل شيء ماكو يا عمي. زين. هذا حالنا احنا. زين شباب والله خاله احنا نطالب من محمود القيسي يعني يجينا يشوف حالتنا هنا. النائب محمود القيسي. اي النائب محمود القيسي يجي يشوف حالتنا هنا. يعني وكالتنا الضيم والله العظيم يعني كهرباء ماكو، المي ماكو، مجاري ماكو، يعني تبليط هاي هنا بالشتاء تصير فيضان، فيضان والله العظيم يصير هنا بليم، وتظل هنا تسبح فيضانات. يعني مثل ما سوى منطقته يجي يشوف حالتنا. ليش يعني احنا هنا شنو مبشر؟ لا عمي بشر انت. والله العظيم يعني والله انا عندي الفقره الخامسه من ورا العماله. هاي يا سان قمت بعد ما اطلع الشغل ما اطلع.
يعني هاي اهلي كم اخ؟ انا عندي وياي اربعه. اربعه صغار ولا كبار؟ لا كبار، هذا واحد وهذا واحد. يعني احنا بس يعني والدي يشتغل بقاسم وفي القصر عامل. وهم يعني هم الضيم حاله. يعني انت بنور العمالة صار عندك الفقرات بالعمود الفقرات الخامسه. اي والله الفقرات الخامسه. تقدر تطلع؟ ما اقدر، يعني اذا شيل ثقلها اذا دنا قويه ظهري يوجعني. واحنا نطالب تعيينات، نطالب يعني شركات نلزم حراسات، نلزم شيء، يعني حتى عمان ما نقدر نشتغل. حاره وفقرات، يا سيارتك تضيع فقرات. من ورا الثقل. زين هسه الكهرباء موجوده لو؟ هسه الكهرباء هسه اجت، كانت مشتغله مولد. كم ساعه موجوده هناك الكهرباء؟ ولا الكهرباء هي ماكو اصلا. هي تجيها ساعه ونص وتطفى. زين ماشي. زين حجي السلام عليكم. حجي شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يبارك بيك. حجي موضوع النفايات اللي موجوده هنا ايه؟ يعني من المسؤول عليها هاي؟ والله ما ادري، هم كل من مسؤول عن نفسه. هو كل من مسؤول عن نفاياته. يعني ماكو، يعني ماكو تجيك بالبلديه يعني ما يجي. ليش ما يجي؟ الا تعطي فلوس البلديه تطوف فلوس يلا تجي. الا تعطي فلوس شهريه يعني تطوف. ليش شهريه تطوف؟ ما 10000. 10000 كل بيت 10؟ اي كل بيت 10. يعني انتم كم بيت هنا؟ ألف بيت على 10000 ايش قد؟ مو لا مو كلها يعني يمر عليها، يعني القريبين إليه. يعني القريبين اللي هذا اللي يدفع العشرة، يعني هذا المال اللي يدفع العشرة ما يذبها بالشارع. زين موضوع الوايرات اللي موجودة هسه حاليا واقعة بالقاع الوايرات، زين ما تخافون على أطفالكم بهذا الموضوع؟ ما رحتوا للكهرباء يا بتعالوا هاي الوايرات شيلوها لموها سووا لها شارة وما سحب هاي؟ يردون الفلوس. عم احنا شغلتنا تعبانة، احنا هنا شغلتنا تعبانة والأتعاب يعني تروح ليريد من عندك فلوس. زين أجور مولد، يعني عندك المولد 18 أمبير، يعني 18 أمبير، يعني هذا يعني هو كاتل الضيم، يعني هو يحصل له 5000 يومية، يعني ال 5000 يصرفها على عائلته، المن يعني ال 5000 للمولد، وأنت أحسب، زين؟ وأنت بعد تعرفونها معاناة، يعني وتعرفون حواسم تعبانة. وانتم بعد كل ما زين. طبعا مشاهدينا الكرام، معاناة وفقر وجوع نشوفوها بهاي المنطقة، لكن اليوم كلهم ناشدوا المسؤولين حتى يجون يزورون هاي المنطقة. زين، والبعض منهم يقولون يجون في وقت الانتخابات الجوي يعطوهم حصة صغيرة حتى ينتخبوهم. هذا مو كلامي، هذا كلام الناس. السلام عليكم، شلون صحة؟ شو اخباركم شباب؟ شلون صحتكم؟ يعني هاي النفايات اللي قاعد تشوفوها هسه هنا وهاي اللمه اللي هنا، يعني هسه اكثر العوائل هنا وهاي بيوت، هذا بيت هنا بيت. زين هاي مو كلها امراض؟ هاي كلها امراض لح يتمرضون بيها النساء، يتمرضون الاطفال، يتمرضون كبار السن، يتمرضون. يعني الله اكبر، ماكو مسؤول يجي هنا يشوف هاي المنطقه ايش محتاجه وما محتاجه. هاي الشباب اللي قاعدين عطالين بطالين، زين يتمنون يلقون فرصة عمل، لكن ما لحد هسه ما حد لاقي شغل يشتغلون. هنا أنا واحد من الشباب عنده الفقرات منتهية بسبب العمالة. لو المعامل اللي عندنا بالعراق كلها تشتغل نقضي على البطالة اللي موجودة كلها. السلام عليكم، شلون صح حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. شو تشتغل انت؟ عمالة. هم عمالة؟ اي والله. سألك كم سنة قاعد بهالمنطقة؟ انا 17 سنة. 17 سنة. زين كم نفر انتم بالبيت؟ 10 نفرات. هم قاعدين هيك هم تشينكو هاي؟ اي والله. البيت كله تشينكو؟ كله تشينكو. على الحر هذا والضيم القهر شلون؟ شو السالفة؟ الحمد لله. احد يعني انتم تعانون ما تعانون من هاي المنطقة؟ بعد 10 نفرات بس انا المعين، ابوي ما يقدر يشتغل. هو قاعدين هيك لا كهرباء لا ماي. 10 نفرات انتم بالبيت؟ اي. وبس انت اللي قاعد تشتغل تعينهم؟ بس انا. خلينا نشوف هنا. تعال يانا، تعال يانا علي. شو اخوي تعال هنا، قلتوا اكو ابار مال مي صح؟ لا موجود، يقدر يحفر
عنده امكانيه يحفظ له بير ويرتاح، لان هاي صوندا شوف هسه هاي صوندا باوع، هاي صوندا شوفها. تعال هنا تعال يمي تعال يمي. هاي صوندا. اي؟ اي شوف هسه هاي، هاي من صاحبها؟ صاحبها من البدايه من هناك. من هناك من يم البيوت. اها. من يم البيوت يسحبونها يوصلونها للجهاز، زين هاي كم لفه يلا توصل اللي جاي. زين هاي يقول لك عليها سبع بيوت؟ هاي والله قليله سبعه. لا والله. والله العظيم. شلون يوصل لهم؟ هاي بعد يوصل شلون كل ما يحط له ماطور يحط له شو اسمه. هاي بالليل احنا هاي شغلتنا شغلت الليل يعني ترسل جذوره ترسل برميل طبعا هاي عائله متاذايه من الف عائله موجوده هاي العائله يعني سالفتهم سالفه هاي يعني الله شاهد عليه شوف هاي يوم من الايام واقفين انت وياي واقف تتذكر محمود جاب له اوتي يريد يبيعه ولد صغير ابنهم قلت له ليش رايده؟ قال رايده بخمسه هذا ايش قال له؟ قال له ب 2000 قلت له يشتغل؟ قال ايه يشتغل اوتي ب 2000 دينار إذا أنت قلت له تيجي تشتري أخذ الأوتي وهاك هذا ألف قال لا والله ما أريد جنا على صفحة شوف هذا الطفل عنده كرامة جنا على صفحة قال عمو والله ما عندنا طماطة سويت قلت له روح للبيت ها قلت له صعد وياي بالسيارة ما قبل يصعد قلت له روح للبيت رحنا أنا ومحمود رحت سوقت لهم من أنا وجبت العلاليق وجيت وقفت ببابهم ونزلت لهم العلاج أمانة الله عليه بعد عالم هنا حصل عليها لقمة الخبز نقولها زين الله شاهد وفركم مجمعات سكنيه للعالم للناس اقول لك احنا مخلينا كارت يلعبون به رحمه لابوك احنا كسا نعيد السالفه احنا كارت يلعبون به بوقت الانتخابات يجي يركض زين يوفر لك شو تريد يوفر لك اياه انتخبت كملت قال لك الله وياك خليك على الانتخابات تجي هاي احنا لعبتنا اي هاي لعبتنا عبد الله تفضل من هنا تعال هنا اخوي ابو عبد الله منو عليكم عليكم السلام سي محمود القيسي القيس. محمود القيس نعم سما يسوي المجاري الكهرباء المي يسوي العباس وحق ام البيت من رمضان ولحد الان خمسة ايام طالع لي الشغل عماله والله من رمضان ما طالع ما طالع خمسة ايام بس من رمضان ولحد الان طالع لي خمسة ايام هسه فلوس دول اروح للمستشفى ما ودي فلوس دول للمستشفى ما عندي اروح خيرك شبيه مريض مسخن فلان وينزي للمستشفى ما عندي فلوس اروح بس الباص هسه هذا الشاب يحكي هذا اسمح له هو شاب نعم زين وهسه وضعنا هنا بالعراق عام الكريستاله موجوده والحبوب موجوده واهل النفوس الضعيفه موجوده يعني هيك الشاب هسه من يشتكي من هيك الشغله ما ينغري ويروح ما ينغري ويروح بغير سوالف لا والله هاك يسلم يعني هاي الشباب هاي الشباب هاي الشباب كلها قاعده من الشغل زين كلها قاعده من الشغل طبعاً الجيجاير ما عدنا نشتري طبعا احنا من جينا لهاي المنطقة مشاهدين الكرام وشفنا معاناة العوائل والشباب كبار السن وصغار السن احنا نخاطب المسؤول حتى يجي يشوف هاي المنطقة احنا اليوم من جينا وشفنا هاي المنطقة وشفنا معاناة المنطقة تشوفون هاي المنطقة هاي المنطقة كلها حواسم كل الناس متأذاية النفايات الموجودة لكن خلينا نشوف تعال هناك يعني هاي هنا هاي هنا هم سكن له شنو هذا ترك قطعه فارغه نقدر نطلب للحجي نشوفه شو نسوي لعد تعال. السلام عليكم حجي شلونك شلون صحتك شو اخبارك الله يبارك بيك الحمد لله حجي شنو معاناتكم اللي قاعد تعانوها هنا بالمنطقه ها شنو المعاناة؟ معاناة المي قليل عندنا المي موشي الكهربائيات حاطين على تيو على عمدان ما جاي يحطون تيو على عمدان يعني حيل مضايقين والله العظيم مضايقين صحة وعافية حجي الله يعافيك ربي يحفظك الله يوفقك طول عمرك الله يحفظك الله يحفظك تقاعد وعندك على هذا المحل لا على المحل هذا على هذا المحل اي على المحل زين العالم هنا تشتري من عندك عندها فلوس لو ما عندها متضررين الجهال وهاي رايحه وجايه وما ادري شنو رحمه من الله لانني معوق الله يحفظك اي الله يوفقكم الله يعطيكم الصحه والعافيه والله يستر عليكم والله يستر على الجميع يسعد علينا ان شاء الله اي والله على الجميع يعيننا ان شاء الله حجي هنا انتم كنتوا هاي كلها حواسم زين الجامع شو الموضوع اللي بين هنا هذا شخص تبرع من ماله الخاص بناء وبقى على النص وما خلوه يكمله من اللي ما خلاه يكمله الاوقاف جت عليه راد يكملوه بس يحوله للاوقاف
هو ما وافق لان صرف من عنده بيتين عنده باحن على مود يكمله، وتوقف على مود لان ما انطوا اجازه بناء. ما انطوا اجازه؟ ما انطوا اجازه. زين من جوا كمله لو مهمة كامل جمع نهائي؟ كامل هم كامل. ما كامل؟ لا ما كامل. ما كامل. سبب الاوقاف؟ سبب الاوقاف وسبب الظروف هاي مال الطائفيه. هم مرتين خلوا له عبوات. لا لا لا. نعم. لا لا لا. يعني مأساة والله. مأساة مو شلون مكان. يعني انت شفت بعينك بعد هاي الشباب حتى يعني اللي يريد يتزوج ما عنده امكانيه يتزوج. هذا عندك هسه حكي وياك خطب خطب وفسخ الخطوبه بسبب الظروف مالته لان ما عنده يكمل. اكو عوائم مثل العائله اللي شفناها هم تتذاكر زين طب نشوفها. لي جواب بالشارع مات بالشارع هنا مات واحد بالشارع ما حد له على عذاب يخبروه ما يرد ما يجي وحده ما حد له معوق بالشمس قاعد فتنا من يمه لقيناه هيك والزباط طالع من حلقه توفى. رحنا للدوريه خفنا احنا رحنا للدوريه قلنا لهم وجت الاستخبارات اخذته وراحوا للمستشفى. يا عائله قلت لكم عائله هنا فد نومته وين العائله؟ لا ورا الجامع بعيده بعيده. هنا وين اكو؟ هنا اكو هذا البيت كله كله هم كلهم كله هسه هذا بس هذا شغلات. اي حكي اي عائلته هو خطب ويريد الزواج بسبب ظروف الماليه فسخ الخطوبه ما عنده يكمل يعني حير يكمل زواجه لو يصرف على اهله وهي يوميته 20-25 الف المن تصير ويوم اكو 10 ايام ماكو عماله كلها تشتغل عماله يا شباب. طبعا مشاهدين الكرام دخلنا بيت عائله وهاي العائله تشوفون مطار مشغلين يسحبون مي وهاي يشربون من عنده ويسبحون من عنده ولو اكو لو ماكو مي رغم انه الاب هنا قريب عليهم وماكو مي بهاي المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك ام رحمه الله؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. شنو الموضوع قلتي تعانين ما قاعد تعانين؟ والله يا امي نعاني من شده الفقر يعني وظروفنا ما يعلم بها بس رب العالمين وهنا جوارين الله هاديهم علينا يعني مرات شي يذكرونا وهم هم ظروفهم صعبه خطيه فما نقدر نذب الحمل غير بس على رب العالمين. زين لا عدنا راتب لا عدنا معيل غير بس هو رب العالمين. زين وحياتنا بالويلات بالويلات حياتنا يعني شو اقول لك الصابونه حسره علينا طحينه في بعض الاحيان حسره علينا يعني حياتنا كلها حسره بحسره يعني منين ما تجيبها ردها منا هي نفس الشيء الوضع باقي على ما هو عليه يعني ما نقدر نغير من شيء الا بقدره القادر الوحيده. زين سمعت قاعد ترجعين دوائر الدوله عشان قاعد تراجعين؟ راجعت قبل فترة على مود الراتب على أساس أني أراجعة. زين فلقيت الوضع متأزم بدائرة الرعاية الاجتماعية ماكو رواتب ماكو مدري شنو قعدنا وسكتنا من جديد يعني قطعنا الأمل من عندهم فد مرة. ما جاش أحد يعطيني فلوس وطلعت شيء؟ لا ما ليش لأنه أصلا أيسوني من عندها ما قالوا له حتى على فلوس ما يعني قلت لهم يعني لو بأي وسيلة ما قدرت أبين لهم أكثر من هيش لا يوجهوا الاتهام. زين فقلت لهم بأي وسيلة لأن أنا عندي أطفال وما دا أقدر أوفر لهم هذا الولد السنة الحمد لله والشكر صعد للمتوسطة الحمد لله. زين وهاي البنية هم يعني بعدها ما أولادك؟ أولاد اثنيناتهم إيه. زين الولد والبنية. زين أبوكم؟ زين حجي ما احنا منفصلين انا وابو. وانت المعينه لهم؟ واني بس يعني الوحيد. بس انت والجهال هنا؟ بس انا وما عندك لا راتب لا احد يعطيك مصرف؟ كل شيء ماكو كل شيء ماكو. شلون عايش العد؟ يعني قلت لك بين فتره وفتره العشره الخمسه ال15 يتذكروننا بها. زين يعني حتى هذا خط المولد زين متكوم عليه ما سنة ونص وهذا بالمولدة تروحون عليه تسألونه. زين داعيش بالمولدة؟ أي قبل فترة قطعها علي بس الولد بالمنطقة راحه وحكوا وياه عادينا قالوا له هي أصلا ما عندها. زين هي كل ما يصير عندها ما نقدر نضغط عليها لأن هي أصلا عايشة على الناس. زين كل من يرحم بيها ينطيها حتى تجي تجيب لنا اللي تقدر عليه فما نقدر نضغط عليها أكثر من هيشي يعني شو اقول لك الى الله المشتكى. اي والله الى الله المشتكى. اي والله زين حبيبي زين. شو اسمك؟ انا عز الدين. انت بياصف عز الدين؟ اول متوسط. اول متوسط شاطر انت؟ اي زين الحمد لله.
يعني تقرا درجاتك زينه؟ اي زينه، من 90 وفوق. 90 وفوق، زين، انت هنا تعين ماما لو ما تعينها؟ اي عينها. تقدر تشتغل؟ لا ما عندي شغل. ما تقدر تشتغل انت هنا؟ لا ساعد امها بس بالبيت، ما عندي شغل خارج البيت. بس بتساعد امك؟ اي ساعد امي. الله يحفظك، شلونك حبيبتي؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ رونق. رونق انت بيا صف؟ اول. اول شاطره؟ وابتدائي؟ الحمد لله. زين مصاريف المدرسة مالتهم؟ والله مصاريف المدرسة يعني قلت لك هو اللي أقدر عليه أسوي، مرات أروح للمدرسة أعتذر عن أي شغلة ماديات أعتذر عنها. شو يقولوا لك؟ ما يعاونوك؟ المدرسة ما يعاونوك بالمدرسة؟ مدرسة الولد الشهادة لله يعفوني مرات، يعفوني يعني هن المعلمات بيناتهن يشايلن الشغلات هي. زين؟ لان هن تقريبا صار عندهن حالتي معروفه. مدرسه الولد، مدرسه البنيه؟ مدرسه البنيه لا ما عليها اي التزامات لحد الان، ما طلبوا منها شيء. المهم المدرسه واقفين وياك، الكادر التعليمي واقف وياك. أيه الحمد لله. الحمد لله والشكر. اي والله الحمد لله والشكر. الله يبارك على حالك ان شاء الله ويحفظكم. موضوع المي هذا صار لك قد هيك؟ والله يا امي هاي احنا كل موسم صيف معاناه. زين الصيف من بدايه النهايه هسه المطار مشتغل، عز الدين طلع الصنده خلي يشوفها ما بيها ولا قطره مي. هاي ابقى للثنتين للثلاثه بالليل حتى اقدر اترس هذني. والترسين المبرده اي والحر الموجود والضيق. أي وهذا الحر، وهذا الحر ماكو مي نهائيا. اي مرات الظهر بالحر ومي مثل اذا ما قدرنا تنترس أي؟ بالحر نظل والمبرده نطفيها ما نقدر، لان شو تجيب علينا نحترق حارق بيها. لا اله الا الله. زين لا اله الا الله. يعني الوضع هنا ما شاء الله يا ربي، شو اقول لك؟ الحمد لله والشكر على كل حال، بس هو وضعنا فهمت مره ماساوي، ما يعني شو اقول لك، ما حد يقدر يتحمله. الله زين الله متحملينه وساكتين والحمد لله والشكر. طبعا مشاهدين الكرام، اتمنى من كل المسؤولين من يشوفون هاي الحلقه ويشوفون هاي معاناه الناس، اللي عنده الامكانيه يقدر يتواصل ويا قناة سامرة الفضائية، واحنا نجيبهم لهاي المنطقة حتى يعينون العوائل والشباب. وشفتوا العوز والفقر والضيم والقهر، هاي العائلة اذا ماكو مي لا يقدرون شغلة مبردة، والحر يقتلهم الضيم، يقتلهم الضيم والحر والقهر. لكن شو نسوي؟ بس نقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. شلون خاله؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ رحم الله والديك. عساك بخير. رحم الله والديك. انتم كم نفر هنا بالبيت؟ 10 نفرات. 10 نفرات، من المعين للعائله؟ حسين كبير. صار لكم كم سنه انتم هنا بهاي المنطقه قاعدين؟ انا هواي ما اعرف احسب انا شوي. صار لكم سنين يعني خلينا نقول؟ اي سنين. شنو المعاناه اللي قاعد تعانون منها بالمنطقه؟ المي، الكهرباء. اي هاي المي والكهرباء العراق كله؟ اي اي وبيتنا شويه تعبان. اها ايوه هو هذا اللي ريتنا شويه. انتم 10 نفرات، من المعين للعائله؟ حسين والله. حسين اللي هو انت؟ اي هذا ابني كبير. هو الكبير؟ هو الكبير. والباقي كلهم بنات وولد؟ اي هذا الصغير وذاك وراك والبنات. زين شو شغلة حسين قلت لي؟ عماله. عماله يوم ماكو 10 ماكو. اي والله ماكو. ابونا سكر وضغط وكلش تعبان همه، قاعد بالبيت ما يقدر. اي لا ما يقدر يشتغل. لا اله بس الله، الحمد لله والشكر. قول الحمد لله والشكر. لا الحمد لله. زين شو تحبين؟ شو تطالبين؟ شو تناشدين؟ طالب والله شوية مساعدة يعني للولد، شوية بيتنا تعبان. هي على هاي بعد شوية حيل حالتنا تعبانة. الله ييسر. رحم الله والديك. إن شاء الله المسؤولين يسمعوكم. يعطيك العافية. ويسمعون صوتكم. رحم الله والديك. وهذا صوتكم يوصل. مشكور. وإن شاء الله يا رب كل اللي قدر نقوله إن شاء الله المنطقة هاي تزهي. يستر عليكم. زين وبيكم البركة كلتكم. فدوى لقلبك مشكورين. ما طول أكو قلب على قلب، هاي المنطقة تكفي. تدوي لقلبك مشكورين. ربي يحفظكم. ربي يحفظك ان شاء الله، يستر عليكم ان شاء الله. الله يخليك. اشكركم. مشكوره يمه. الله والديك حياتي. مشكور على جاي بعد قلب. الف هلا حبيبي. اخباركم؟ الله يحفظك. زين انتم من قاعد تنزمون من الكاميرا ليش؟ انتم هاي معاناه قاعد تعانون من عندها والضيم والقهر، حجيم شنو قاعد تعانون هنا؟ والله قلة الخدمات. اي شوارع المي. اي انتوا هذا محلكم؟ لا لا محل. محلك؟ اي انت عشتك على هذا المحل؟ اي حتى راتب رعايه ما عندي، قدمنا 1000 مره على راتب رعايه، تعطيني فلوس اطلع لك راتب، يعني ايش عاملك تعامل؟ تعطيني فلوس؟ اي اطلع لك راتب رعايه، تعامل هيك علني يعني مو من جو لجو. اي صار لي انا 18 سنه قاعد هنا.
لا متزوج؟ متزوج عندي. كم جهد عندك اطفال؟ سبع جهالد. سبع جهال ما شاء الله، وانت المعين لهم على هذا المحل. على المحل اللي قدمت يمكن ألف مره على راتب رعايه ما يطلع. ليش بدي يطلع راتب رعايه؟ على 300 يلا سوي. ما هي فلوس، اعطيني مليون يطلع لك راس. تعامل علني، اعطيني مليون يطلع لك راس. زين انت قلت لي اعطوني فلوس، من اللي طلب عندك فلوس؟ انا اشخاص ما اعرفهم، مو قصه. داخل الرعايه؟ داخل الرعايه هناك. داخل الرعايه؟ بالضبط. طلبوا من عندك فلوس؟ اي فلوس. وانا يمكن مقدم 1000 مره، مو مره واحده، 1000 مره، معاملات هلقد. اخر شيء بعد بزعت. اي والله حتى بزعنا. زين. يعني صار لنا 18 سنه، مي ما عندنا. شارع اذا تمطر ما نطلع. كهرباء هاي تجيها ساعتين، 12 ساعه ماكو. مولده غاليه. مولده بيش الامبير هنا؟ 18. واذا ما عندك فلوس تطي؟ طفيها. يطفيها؟ اي طفيها. طفيها عليك؟ اي طفيها. 1000 دينار يطفيها وخلي يسمع. شلون شلون؟ على 1000 دينار اذا ناقصه خلي يسمعني. لا على 1000 دينار يطفي عليك المولده؟ اذا ناقصه الفلوس 1000 دينار يطفيها. ليش؟ يطفي لك الله. ليش يطفي عندك الفلوس؟ يطفي. الله اكبر، على مود 1000 دينار يطفيها عليكم؟ والله العظيم. فكرك واطفالك ونساء جوا حار. ما يعرف. ما يعرف الله وكيلك. ايش قد اطفال يا شيخ؟ ايش قد اطفال اليوم؟ انا عندي ستة. ستة؟ اي كليتنا احنا ستة. كلكم ستة؟ عندي يتامى اثنين جهال بنتي. يتامى؟ اي. ابوهم استشهد؟ اي استشهد. هذا واحد منهم، تعالوا. المنطقة هذه زين، زين هذا يدومون مدارس لو لا؟ اي يدومون مدارس، اهل. اي والله بعيدة. يعني ما اعرف شنو اللي اقوله، يعني ابو المولد تقولين عمود الف يوقف لك هنا الرعايه، يقول لك اني اروح بداخل الرعايه نفسهم يريدون من عندي فلوس. حقيقه يعني المن نعاتب؟ نعاتب الامانه؟ نعاتب الكهرباء؟ نعاتب المسؤول؟ المن اليوم انا راح اعاتب؟ المن راح نحكي؟ هذا حكي الناس، هذا الحكي مو من جيبنا، جبناه. طبنا بمنطقه متضرره قاعد يعانون من الفقر والعوز والجوع، باع الوايرات مال الكهرباء كلها، الوايرات كلها بالقاع. زين ما فكرتوا اهل الكهرباء انه اذا طفل هنا مات كبير سن صغير سن؟ صارت الكهرب هذا بين جيراننا هنا يعني ما لا مات الا شويه غير لو مات لحقه له مات والله هنا بهاي الوايرات كانت. سؤال انت اليوم من هذا المحل اللي عفوا المحل اللي موجود هنا اهل المنطقه يجون هم ياخذون من عندك بالدين والله هواي عندي بالدين. طلع لك الدفتر؟ يعني صار 3 اشهر ناس ما عاد شو اسوي له؟ ما عاد. هسه طالع دفتر 300 و400 و200 واقف وياهم. اي واقف ليش اسوي؟ يعني جاري ما عنده. اهل منطقتك؟ اي جارك؟ اي ما اقدر. زين ابو المولده مو جارك؟ ابو المولده ما اعرف، هاي تختلف سالفه، شغله غاز، شغله ما اعرف شنو هاي ما عم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. زين اخر رساله تحبون تقولوها المن تحبون؟ المن نقول؟ وصلوها للمسؤولين؟ يا مسؤول والله صار لنا 18 سنة نحكي وكل شيء ماكو. منو اللي اجى قبلنا؟ هواية هواية. منو اللي قبلنا؟ يعني قنوات جتي؟ اي اي قنوات جتي. اي نسوان جتي هم حياتين وراهن حماية. لا لا ما انت تقولين قنوات، هسه تقولين انت نسوان وحماية. لا لا اي قنوات جتي. منو من النسوان الحماية اللي جتي طبت هنا يعني؟ ما سي شيء ما. اي جتنا سوت لنا سبويس. بس. بس وقبل 2018 اجانا احمد كريم السقاية. كناني. بس هو. هو ومس الشيء ما. فقط. بس. وبعد ما وصل لهذا اليوم. ابد. ابد قنوات تجي. ما حد. يجون. شو تريدون هاي يروحوا يديرون وجيهم ويروحون. منين بعد احنا؟ يعني احنا 2500 بيت. نعم. على محوله واحده يوميه طاقه، ويجينا هنا راح نصب لكم هناك محوله، راح نصب لكم هناك محوله وراح وكل شيء ماكو. يعني 2500 بيت على محوله وانت زين. هاي كل الوايرات انتم مثبتيها على خشب؟ على خشب. اي ما على حسب كل المنطقه على خشب مثبتينها، يعني وخطوره مو شلون مكان هنا نتل ولد وصل موت هنا قوة خلصنا من الكهرباء. شكرا لكم. حياكم الله. الله، وان شاء الله صوتكم يوصل. وحياكم الله من صغيركم لكبيركم ويحفظكم. شكرا لك امه، طال عمرك ان شاء الله، ويحفظك ويحفظ اولادك ان شاء الله. مشكورين شباب، تحياتي لكم. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا اليوم وياكم من برنامج صدى الشارع. كنا بهاي المنطقه، منطقه الغزاليه، شارع المشجر، حي المنتظر، حي المنتظر العفو، حي المنتظر.
وشفتوا المعاناة يعانون من فقر وجوع وخدمات، لكن ناشدوا وطلبوا من المسؤول. نتمنى يجي المسؤول يزور هاي المنطقة ويشوف المعاناة اللي قاعد يعانون من عندها. شكرا علي الحسني وشكرا علي حسين، وأنكم بتقديم خطاب القصاب. إلى اللقاء.